تأكيدا على الموقف الراسخ لمملكة البحرين قيادة وشعبا، أقامت جمعية التربية الإسلامية لقاء جماهيريا نصرة للقدس المحتلة ووقوفا مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشورى وبمشاركة سعادة السفير الفلسطيني لدى مملكة البحرين. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس الإسلامية عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، توالت ردود الأفعال العربية والعالمية والشعبية لرفض هذا القرار بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. وتفاعلا مع هذا الإعلان الذي اعتبرته الدول العربية بما فيها البحرين إعلانا مخالفا للقوانين والتشريعات التي تحفظ حق الشعب الفلسطيني الشقيق، أقامت جمعية التربية الإسلامية لقاء جماهيريا تأكيدا على المواقف التاريخية والثابتة لمملكة البحرين في الدفاع عن قضايا الأمة والمقدسات الإسلامية. توجه بالشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة والقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ولكل الشعب البحريني ولجمعية التربية الإسلامية التي دعتنا اليوم لهذه الفعالية من أجل نصرة فلسطين ومن أجل نصرة أهلنا المقدسيين الذين يواجهون اليوم في كل الأراضي الفلسطينية في كل المدن والمخيمات وخاصة في مدينة القدس وفي قطاع غزة وفي خليل الرحمن، يواجهون بصدورهم العارية هذا الاحتلال الغاصب ليرسلوا رسالة للعالم أجمع كما نحن مجتمعين في هذا اليوم كما في كل العواصم العربية والعالمية. نقيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه المشروعة والدفاع عن الأرض المقدسة. وهذه الدولة دأبت منذ القدم منذ الأجداد على دعم القضية الفلسطينية وعلى رأسهم جلالة الملك حمد في كل دور انعقاد، مع افتتاح الدور وإلقاء خطابه السامي يؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فإحنا اليوم نقف هذه الوقفة تضامنا مع أخواننا ونطالب بكل حقوقهم ونرفض هذا القرار الجائر الظالم، وبإذن الله تعود الحقوق إلى أصحابها لأن هذا وعد الله. الموقف البحريني لن يرضى بالقدس الشرقية إلا عربية وإسلامية وجزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولن يغير أي قرار هذه الحقيقة وفقا للقانون الدولي واتفاق حل الدولتين وفق حدود 67. هذا ما أكده حضور هذا اللقاء الجماهيري والذين استطردوا بسرد تاريخ مدينة القدس المباركة وما تمثله من مكانة قدسية هامة على مدى التاريخ. البحرين القيادة منذ أن عرفناها من نعومة أظفارنا إلى اليوم كانت مواقفها واضحة وضوح الشمس في إسلامية وعروبة القدس وأن هي العاصمة الأبدية لفلسطين. ستستمر البحرين في دعمها لهذه القضية حتى تكون القدس بين حضن أهلها بإذن الله عز وجل. وقوف مع إخواننا المرابطين في أرض فلسطين أرض الرباط ودعما لقضيتهم، القضية الأولى قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى وبيت المقدس، وتأكيدا لحق المسلمين في هذه البقعة المباركة، وأنه مهما صدرت من قرارات وغيرها من البيانات وغيرها من الإعلانات فتبقى القدس مسلمة لأرض المسلمين، هي أرض الأنبياء وأرض الرسالات والمعجزات. نسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. احنا نحب فلسطين وندعم قضية فلسطين والقدس وتبقى عربية. للقدس مكانة خاصة في قلوب جميع المسلمين في مختلف دول العالم، وذلك لما تمثله هذه المدينة المباركة من معلم محوري في الدين الإسلامي الحنيف، كيف لا وهي أولى القبلتين ومسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لطالما كان ولا زال لمملكة البحرين قيادة وشعبا مواقفهم الثابتة في نصرة قضية الأمة وقضية إخوانهم في أرض فلسطين المحتلة، فهذا الجمع احتشد ليوصل رسالة ثابتة بأن شعب مملكة البحرين لن يرضى للقدس المباركة إلا أن تكون المدينة العربية الإسلامية كما كانت بمكانتها العظيمة على مر التاريخ.
يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.